إعصار هائل ومدمر ضرب ولاية فلوريدا الأمريكية وتسبب في خراب كبير جدا في الولاية نتيجة الرياح العاتية اللي تجاوزت سرعتها 270 كيلومتر في الساعة والأمطار الغزيرة والفيضانات الفجائية اللي صاحبته. الإعصار المعروف بميلتون تشكل في المحيط الأطلسي وصنف في البداية كإعصار من الفئة الخامسة وهي أقوى فئة أعاصير، ومن كتر الدمار اللي سببه كتير تسألوا عن إمكانية وصوله لمصر. الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية قالت إن في اختلاف في توزيعات الضغط الجوي والطبيعة الجغرافية والمصادر الهوائية في مصر تخليها بعيدة عن تأثيرات الأعاصير اللي بتتكون عادة في المحيطات. الغانم أضافت في تصريحات صحفية إن مصر مش هتتأثر بإعصار ميلتون، خاصة إن مصر مش عرضة لتكون الأعاصير بشكل عام، لأن الأعاصير بتنشأ في المناطق المطلة على المحيطات والمساحات المائية الواسعة، وبسبب عدم وجود محيطات بجانب مصر فبالتالي البلاد لا تتعرض للأعاصير اللي زي ميلتون.